السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. معكم عطر الحياة ومتابعين الكرام، وحشتوني جدا جدا جدا. أتمنى من ربنا عز وجل إن احنا كلنا نكون بخير وعلى خير. النهاردة إن شاء الله أنا محضرين معكم مشروب جميل جدا لإنقاص الوزن خلال أسبوعين، ولكن لو أول مرة بتزوروا القناة فضلا منكم وليس أمرا، قوموا بالضغط على الاشتراك وتفعيل علامة الجرس ليصلكم كل جديد، لايك وشير للفيديو إذا عجبكم. النهاردة معانا مشروب القرفة. كل اللي احنا محتاجينه هي معلقة من القرفة، ومحتاجين معلقة من العسل الأبيض أو العسل النحل. علشان نعد كوب من القرفة محتاجين معلقة ومعلقة على كوباية مية بنغليها، وبتطلع النتيجة اهي. طبعا توفيرا لوقت الفيديو لازم ان انا احضر النتيجة معاكم. كوباية القرفة دي بتتشرب الصبح قبل الفطار وبالليل قبل النوم، الصبح قبل الفطار وبالليل قبل العشاء، كوبايتين في اليوم. خلال اسبوعين ان شاء الله هتقدري تتخلصي تماما من اي دهون. ليه اشمعنى القرفة والعسل؟ لان الخليط ده بيعمل او بيساهم بشكل كبير جدا في حرق السعرات الحرارية، وبيمد كمان الطاقة والجسم، بيمد الجسم بالطاقة والحيوية، كمان بيخلصنا من الوزن الزايد. مش بس كده، كمان بيحسن عملية الهضم وبيمنع الغازات، وبيعطينا شعور بالشبع طول اليوم. فبالتالي لو انت بتاكل اكل وبتصرفي فيه هيكون عندك الشعور بالشبع، فمش هتحتاجي ان انت تصرفي في الاكل. هل في ميزة كمان للوصفة بتاعتنا؟ اه، في ميزات تانية للوصفة بتاعتنا. لو احنا استخدمنا المشروب ده بيقتل لنا البكتيريا اللي هي مسببة لرائحة الفم الكريهة، وكمان كويس جدا جدا لتحسين الجهاز الهضمي. يعني هتقدري ان انت تنقصي وزنك وتخلصي من الزائد، الوزن الزائد والدهون المتراكمة، وكمان هتنضفي كمان المعدة بتاعتك، وهتستفادي ان هو هيديكي طبعا الشعور بالشبع. كل اللي احنا محتاجينه ان انت هتمشي عليه اسبوعين، وان شاء الله بيجيب معاك نتيجة. طبعا مع اتباع نظام معين للاكل، ما تصرفيش ما تاكليش كتير، كلوا واشربوا ولا تصرفوا. اتبع اي رياضة، وليكن رياضة المشي ابسط الامور. بلاش ان انت تاكلي وانت قاعدة، بلاش ان كل حركتك تكون مقيدة او واقفة، لا، قومي رتبي بيتك، اعملي نشاط، اعملي خلي جسمك كله حيوية، هتلاقي نفسك بينقص وزنك اوتوماتيكي. طيب ده بس اللي احنا محتاجينه. اه، في موانع للاستعمال. ممنوع المشروب دوت للحامل والمرضع، ممنوع للحامل والمرضع، لان لو شربته الحامل ممكن جدا يكون سبب في الاجهاض، فنتوخى الحذر وبلاش منه. هو كل الحكاية ان احنا هنمشي على الكوبايتين دول لمدة اسبوعين ان شاء الله، واتمنى اكون قدرت افيدكم ولو بجزء بسيط، وانتظروا مني المزيد والمزيد. دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.